الهمونة بعد المشروع ديال الدولية الصغار بالنسبة للأكيزيسيون تاع المبنى ديالهم. To collaborate with ethical and engaged Moroccan companies such as SOMALEV at implementing social actions in favor of the population of the Taza wind farm project. We are proud today having such Moroccan company committed to reach sustainable development goals. The organization of this ophthalmological medical caravan, distribution of glasses and inauguration of library is a game changer for the scolarization of many children in the rural areas of the Taza region. في إطار دعم التمدرس ومحاربة الغدر المدرسي، تم تنظيم حملة لتصحيح البصر لفائدة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من العالم العربي، وذلك بدعم من الشركات التي تشتغل بمطلوب إنشاء محبب إحياء بإقليم تازا، SOMALEV. تعبرت هذه الشركات عن انخراطها المواطن من خلال دعمها للمبادرات الاجتماعية، نخص بالذكر اقتناء نظارات طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين كشف لديهم ضعف البصر، كما قامت هذه الشركات بتجهيز مكتبتين بكل من دار الفتاة وكذا الداخلية بجماعة ترابية بيرنت. أشكر جميع الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح عملية تصحيح البصر لفائدة تلاميذ مجموعة مدارس باب مرزوقة. أنا نبيل الغفولي، تلميذ بذات المدرسة. أعد بأن أعطي أكثر لأني أصبحت في وضعية صحية أحسن، وأتمنى أن أصبح مهندساً معمارياً.